ماشي، شوفوا لنا وزارة الكهرباء. خليك معانا يا باشمهندس سعد. اتفضل. معانا الباشمهندس أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة. أهلا بيك يا باشمهندس. أهلا بيك يا فندم، تحياتي لحضرتك وتحياتي. الله يخليك. ضيفك الكريم يا فندم. أهلا وسهلا يا باشمهندس. هو حضرتك تواصلت مع فريق العمل اللي هوك بخصوص المشكلة دي، وشفت أنت حضرتك الصور اللي على الشاشة اهيت المنطقة اللي خلف. أنا طبعا أنا مش شايف طبعا الصور، بس أنا على طول تواصلت مع الإعداد مشكورين، وتواصلنا مع الشركة، تواصلت مع اللي هو الضيف اللي هو ما اعرفش كان هو نفس الضيف او حد تاني اللي هو كان صاحب الشكوى، وبكره على طول الشكوى. ان شاء الله وهو تواصلوا معاه وحددوا المكان فين بالظبط، وان شاء الله سريعا تنزل فريق عشان يشوف هل ديت ضمن انشاءات موجوده هناك ولا يعني طبيعه الموضوع ايه. ان طبعا عشان نتاكد بس اللي احنا عندنا في يعني احنا ما بتاخرش ابدا، حتى في خط داخل لاستقبال اي شكاوى من اي منطقه اللي هو 121. صحيح. وفي متابعه لاي شكوى موجوده. طبعا احنا بنشكر حضراتكم طبعا ان انتوا يعني هو كان بيقول ان هو كان قدم شكوى معاك يا فندم. اتفضل. هو كان المهندس احمد علي معانا اهوت، وبيقول قدم شكوى بس ما حدش رد عليه فيها. لا هم تواصلوا معايا يعني، وانا بتكلم حاجة او قبل ما اعمل المداخله كانوا كلموه على طول، او ما كلمني الفريق الاعداد. تمام. الشركه في المكتب رئيس الشركه جنوب قرية التوزيع. أيوة. تواصلوا معايا وعرفوا المنطقه فين، وعلى طول في فريق ان شاء الله هينزل. يعني ما كانش دلوقتي يعني بكره حد هينزل. ايوه بالتاكيد. طب خلاص على المنطقه كلها انشاءات، وان شاء الله باذن الله يعالج الموقف باذن الله ان شاء الله. انا اشكرك الباشمهندس ايمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزير الكهرباء والطاقه. خلاص يا باشمهندس، انت سمعت كلام الباشمهندس ايمن حمزه اهو على مسؤوليته، هينزل ناس من الشركه بكره تشوف المشكله دي وتحلها، واحنا هنتابع معاك. واشكرك يا باشمهندس احمد علي، الف شكر. دي كانت مشكله من ضمن المشاكل، بيجي لنا مشاكل كتير من هذا القبيل طبعا، دي خطر جدا.